معنا هاتفيا من اسطنبول باحث سياسي المغربي سيد زهير عطوف. مرحبا بك استاذ زهير. اذا انطلقت اعمال الدوره الاعتياديه 32 للاتحاد الافريقي في اديس ابابا، كيف ترى توقيت هذه القمه وسط الظروف التي تعيشها القاره؟ نعم، مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين الكرام. لا شك ان هذه القمه تعقد سيد الكريم، والقارة الأفريقية تعرف مجموعة من الصراعات ومجموعة من النزوح واللاجئون يعني بشكل كبير داخل القارة الأفريقية. ولا شك أن رفع شعار داخل هذه القمة التي سوف تستمر يومين، اللاجئون والعائدون المشردون داخليا نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا، لا شك أن مشكل الهجرة ومشكل اللجوء والنزاعات من الأشياء والمحاور الأساسية والمهمة التي ستناقش هذه الدورة. لا شك أن الأوضاع الداخلية الإفريقية يعني تمشي في هذا السياق بالاهتمام بالهجرة واللجوء. اليوم إفريقيا سيد الفاضل أصبحت هي نعرف أنها هي خزان العالم من الثروات الطبيعية والثروات البترول ومجموعة من المعادن النفيسة. اليوم الكل أصبح يأتي لإفريقيا، نتكلم على الصين، نتكلم على روسيا، حتى إسرائيل أصبحت تحاول ان يكون لها قدم بشكل قوي في داخل افريقيا، اضافه الى الدول التقليديه المتواجده اصلا في افريقيا مثل فرنسا ومثل مثل انجلترا. اذا فهي افريقيا في اعتقادي تاتي، والدول الافريقيه يعني نظرا لاهميه الاستراتيجيه لافريقيا بالنسبه للمستقبل بتاع العالم باشرف، ثم نظرا للاشكالات التي تمر منها افريقيا، فلا شك ان في اعتقادي ان هذه القمه تاتي في هذا السياق، وهذا العالم يعرف مجموعه من التحولات المهمه جدا حقيقه على المستوى الافريقي وعلى ايضا على مستوى الشرق الاوسط بالخصوص. نعم، من اهم اجندات القمه قضيه السلم والامن والتنميه الافريقيه، ولكن اين الشركاء الاوروبيون في هذا الملف المهم الذي يؤثر في القاره الاوروبيه؟ نعم، لا شك أنه في هذه القمة التي يحضر لها حوالي 40 وأكثر من 40 زعماء الرؤساء الإفريقي ومجموعة من الممثلين، تقريبا أكثر من 400 صحفي، وأيضا الكثير من الرؤساء وبعض المنظمة العالمية كرئيس الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية، وأيضا بعض المنظمة العالمية يشكل لما تلعب هذا الاتحاد الافريقي من دور، فاعتقد انه دوره جيد يعني. لكن غياب هذه الدول المؤثره كما قلت سيدي الفاضل فاعتقادي انه ينقص من اهميه هذه القمه، رغم حضور مجموعه من المسؤولين على هيئات عالميه، لانه هذه الدول خصوصا الاوروبيه وامريكا هي المؤثره بشكل كبير في في في, في مجموعه من القرارات التي تتخذها في افريقيا. لا شك أن فرنسا لها تأثير بشكل كبير، لاحظنا مثلا مجموعة من الدول في شمال إفريقيا التي عرفت ما يسمى بالربيع العربي والزلزال الربيع العربي، كان هناك الدول الأوروبية والدول خارج إفريقيا هي التي كانت لها اليد الكبيرة واليد الطولة في 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 هذه الدول، نقصد تونس، نقصد هنا أيضا ليبيا، نقصد أيضا مصر أيضا. وبمعنى أنه الدول الإفريقية في اعتقادي غيابها خصوصا بعض الدول المؤثره في اعتقادي انه يشكل اشكال في اعتقادي، لكن في اعتقادي انه حضور الامين العام للامم المتحده وبعض الهيئات العالميه مثل ممثل منظمه الدول واقليميه ومدير العام للصحه العامه في اعتقادي انه ايضا يفعل له له دوره ايضا في حضور، له دوره واهميته في هذه القمه بحضورهم في هذه القمه. نعم، في سياق الحديث عن قضية السلم والأمن، هذه القمة قدمت مبادرة بعنوان إسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 2020، ولكن وسط هذه الظروف الحالية في القارة بدولها المختلفة، هل تعتقد أن المبادرة يمكن أن تنجز مهمتها في هذه المدة القصيرة؟ أنا أظن أن الأمر صعب يعني تحقيقه في ظرف سنة أو سنتين، لأن إفريقيا إذا رجعنا لمجموعة من الإحصائيات إفريقيا فيها حوالي كل يعني ما بين 20 مليون بين لاجئ ونازح، ونتكلم على أنه كل يوم ينزح هناك 1515 شخص يوميا ينزحون من داخل الدول الإفريقية، و12 مليون تقريبا إفريقيا يعيشون في حالة نزوح بحلول
حلول نهاية عام 2016، وأيضا شهدت أيضا 2017 نزوح حوالي 3 مليون شخص بسبب النزاع والعنف والكوارث الطبيعية. لا شك أن هذه الأسباب سيد الفاضل يعني، ولا هذه الأرقام التي أعطيتها ويعني تجعل أنه تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع يبدو صعبا جدا، لأنه حقا رغم أنه الاتحاد الإفريقي، باش نكونوا صراحة، الاتحاد الإفريقي رغم أنه مجموعة من الدول الإفريقية يعني الدول النامية هي التي يعني تسهر على هذا الاتحاد، لكن في اعتقادي أنه اتحاد متحرك. إذا قارناه بالجامعة العربية، ولكن لا يصل إلى الاتحاد الأوروبي طبعا الحال، لكن في اعتقادي أنه مثل هذه المبادرات بتاع أنه القضاء على النزوح والقضاء على الهجرة بهذا الشكل، فأعتقد أنه فأعتقد بأنها نقط مهمة جدا وطموحة جدا في تحقيقها. نتمنى أن تتحقق طبعا الحال على أرض الواقع، رغم أنه أسباب هذا الأشياء صعب تحقيقها على أرض الواقع، خصوصا أنه أسباب الهجرة أصلا، أسباب النزوح والهجرة أصلا هي أسباب ذاتية وموضوعية، مثل عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن المدني والفقر. هذه الأشياء ما زالت مستمرة في أفريقيا، يعني لن يتم القضاء عليها في ظرف سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، بالعكس هذه تحتاج تنمية مستدامة مهمة جدا داخل أفريقيا ومساعدة الدول القوية من أجل أن يتحقق هذا على أرض الواقع. وبالتالي أمام هذه المعطيات هناك مشكلات أمنية عديدة في الدول الأفريقية. نعم، شكرا جزيلا لك من اسطنبول الباحث السياسي المغربي زهير عطوف.